بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وفد صيني رفيع المستوى جهود زيارة التعاون في مجالات عدة بينها التبادل التجاري وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري الوفد الصيني برئاسة عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي شي. وأشاد المسؤول الصيني بالتطور التنموي الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى جهود تطوير محور قناة السويس والتحسن المطرد في مناخ الاستثمار بمصر. كما أكد الوفد الصيني اتساق الرؤية التنموية المصرية هذا مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.